تختتم اليوم فعالية الملتقى والمعرض الدولي للصناعة في دورته الأولى والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية. يستهدف الملتقى طرح أفاق النهوض بالصناعة وتوطينها في ظل التحديات الاقتصادية وتعزيز الصناعة المستدامة ودعم الابتكار من خلال بيئة محفزة لتطوير الصناعات وتنمية الشراكات المتبادلة. احنا المنتج المصري الوحيد اللي بينافس اي منتج اجنبي، موجودين عند اكبر الوكلاء للادوات الصحيه والسيراميك على جمهوريه مصر العربيه كلها. احنا المنافس الاول لاي منتج اجنبي، بندي ضمان مدى الحياه على جسم الخلاط، 80% تصنيع محلي، 20% مستورد، وبنحاول نخليها 100%. جميع انتاج الشركه نتاج أبحاثها وتصميم المهندسين بتوعها، فكل المنتجات اللي شايفينها فيها فكر مختلف. عاملين كشاف جديد عشان حياة كريمة، احنا قايلين ان ده هديتنا الحياة كريمة. حياة كريمة مش معناتها ان احنا نحط كشاف شوارع اعتيادي، لا، حياة كريمة هنحط كشاف شوارع بالسعر الاعتيادي ولكن يوفر لي 60% من استهلاك الكشاف العادي. النهاردة احنا خدنا إشارة خضراء من رأس الدولة بالمضي في المشاريع القومية، وهو سيادته قال اشتغلوا وأنا في ظهركم.